السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين، يومكم حلو ان شاء الله. النهارده كمان وصفاتنا حلوة جدا جدا، النهارده هنعمل مع بعض كبدة بطريقة لذيذة جدا جدا، ينفع ناكلها بقى بالعيش، ينفع ناكلها جنب مكرونة، بجد خطيرة. هنعمل النهارده الكبدة المقلية بطريقة كده لذيذة وسهلة ومش هتطول معاكي كتير. كمان عندنا النهارده كده طبق جانبي لذيذ جنبها، نعمل فلفل حار بالجبنه، كده طبق من المقبلات اللذيذه بقى اتحط بقى في العيش كده ويتاكل ومعاه صوص خطير جدا. فبصراحه الوجبات النهارده او الوصفات النهارده تجنن. اما الحلو بتاعنا النهارده فحلو زياده عن اللزوم، احنا هنعمل النهارده كيك كريم كراميل بالموز، ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. ده كده محتوى حلقتنا النهارده، يا رب ان شاء الله ينال اعجابكم. بينا نبدأ بقى أول وصفة، بس تعالوا الأول نفتكر كده رقم تليفوننا اللي تقدروا تواصلوا معانا من خلاله، ورقمنا هو 02-38-35-22-7، وفي انتظار مكالماتكم. بينا بقى على أول وصفة وأول مقادير وطريقة التحضير للكبدة المقلية. المقادير هتكون عبارة عن ايه بقى؟ عندي كبدة نص كيلو، كيلو، كيلو الا ربع، زي ربع كيلو زي ما انت عايزة، أهم حاجة تكون على حسب عدد أفراد الأسرة. هنحتاج كمية من البطاطس برضو كيلو، 2 كيلو بطاطس، محدش بيقولها لأ، بس البطاطس دي هنكون مقطعينها مكعبات وقليينها، وتكون بطاطس تحمير عشان تبقى مقرمشة. الكبدة لازم تكون برضو متقطعة مكعبات متوسطة الحجم. هنحتاج كوباية من الدقيق، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من الثوم الباودر، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة من عصير الليمون، رشة شطة، ملح، فلفل اسود، وزيت علشان نقلي فيه. تمام، تتبيلة بسيطة كده، وان شاء الله المكونات كلها مع بعض هتديكي نتيجة هايلة جدا. عشان نقدم اكلتنا النهاردة هنحتاج بصل احمر متقطع جوانح رفيعة جدا جدا، هنحتاج كوباية من البقدونس المفروم، ومعلقة كبيرة من السماق البودر، وملح وفلفل. دي كده مقاديرنا لوصفتنا، وصفة لذيذة وسهلة، حرفيا هتعمليها في 10 دقايق، يعني 10 دقايق وتكون او يكون الغدا جاهز. جهزي معاه شوية عيش حلوين كده، الفلفل كمان اللي هنعمله جنبيها هيبقى خطير، او شوية بتنجان مخلل وبجد يعني، وجرجير بقى وكده، الدنيا هتبقى خطيرة. تعالوا بينا بقى، انا حطيت زيت على النار لان الوصفة بتاعتي مش هتاخد وقت كبير، فتعالوا كده نتبل الكبدة. نجيب طبق غويط ونقول ان الكبده ما بتتغسلش، لان الكبده لما بتتغسل بتزفر والدنيا بتبقى مش لطيفه، وتيجي تعملها تلاقيها غمقت كده وشكلها ما بيبقاش حلو. طيب علشان تضمني ان الكبده تبقى معاكي قلبك كده مرتاح ليها، اولا بنشتري من مكان نظيف وموثوق فيه. الكبده بتبقى متشاله في ثلاجات مقفوله، مش متعرضه للهواء وللتراب للدبان لاي حشرات، تمام، فبتبقى محطوطه في الثلاجه ونظيفه وزي الفل. اطلبيها منه بقى قطع على بعضها كده، تمام. هنجيب مناديل المطبخ دي وهبتدي امسحها من بره كده، وابل المناديل شويه وامسحها من بره، بحيث ان انا يعني ابقى نظفتها خارجيا. واجيب سكينه نظيفه وعلى بلانشه بتاعتي النظيفه، وابتدي اقطعها مكعبات زي ما انت شايفه كده بالشكل ده. ايه دي المكعبات بتاعت الكبده، حجمها كده ايه زي ما انتم شايفين كده متوسطه. بصوا ايه دي الكبده المتقطعه. خلاص يبقى بنقطعها في بيتنا بايدينا بسكينتنا على بلانشتنا والدنيا تمام. هبتدي اخد الكبده واحطها في طبق غويط علشان ابدا ان انا اديها التتبيله بتاعتها. حطينا الكبده، تعالوا نديها بقى معلقتين من عصير الليمون. احط لها توم بودر، ممكن ادي كمان فصين ثوم فريش ادقهم ونعمهم جدا جدا واحطهم. ادي الكمون، وادي الكزبره الناشفه، بابريكا او شطه، تمام، الاثنين لو انا بحبها سبايسي احطها شطه، مش عايزه احرقها يبقى بابريكا، تمام، ملح وفلفل، لان عارفين بابريكا هي الفلفل الحلو اللي مش حراق يعني عكس الشطه. وادي الملح بتاعنا، وادي الفلفل،
عندنا بقى كده ايه البايركس ده، هفضي فيه الدقيق واجهزه. هنا بقى هاخد الكبده وابتدي ان انا اقلبها في التتبيله بتاعتي دي مع شويه البهارات اللي اتحطوا دول والليمون. وبعد ما احس ان خلاص قطع الكبده كلها اتشربت من التتبيله والدنيا تمام، الكبده من الحاجات اللي ما بتحتاجش وقت ان هي تتبل على طول، مجرد ما بتحط لها التتبيله وتشتغلي فيها هي بتتشربها على طول وبيطلع طعمها حلو جدا. ريحه البهارات الكمون والكزبره مع الليمون والثوم والبابريكا طالعه حلوه جدا. هبتدي اخد بقى الكبده وانزلها هنا في الدقيق. تمام، بالشكل ده، ونركن دول وننزل الباقي ونقلب. بحيث ان احنا كده نكون عفرنا الكبدة كويس جدا من كل الاتجاهات بالدقيق. هايل، خلاص تبلنا الكبدة بتاعتنا وغلفناها بالدقيق. هجيب المصفة بتاعتي احط فيها الكبدة عشان انزل منها واسقط منها اي دقيق زيادة. بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، بننزل بقى اي دقيق زياده بيبتدي ينزل عندي من المصفى. واخد الكبده واروح على الزيت، والزيت يكون سخن واعرف ان هو سخن تمام ازاي. شويه دقيق صغيرين وبنزلهم كده زي ما انتم شايفين، بصوا الدقيق نزل عمل ايه، هو ده المطلوب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت لما بيكون غزير ده افضل واحنا بنعمل الكبده، لانه على طول بيقفل لي كل مسام مكعب الكبده بتاعي، فما بتطلعش او ما بيطلعش دم، وبالتالي هيخلي معايا الزيت نظيف، ودي حاجه تهمني جدا. تاني حاجه انه بيحافظ لي على العصاره بتاعه الكبده داخليا جواها، فتفضل معانا الكبده طريه ومش ناشفه. كده احنا تمام جدا، خلصنا، حطينا الكبده بتاعتنا كلها على النار. النار تكون متوسطه، الكبده من الحاجات برضو اللي مش بتحتاج وقت كبير في التسويه. وبعدين نبتدي بقى نقلبها. عايزه اقول لكم بقى الريحه طالعه خطيره، قد ايه التتبيله كانت بسيطه وسهله وسريعه، بس النتيجه بجد حلوه جدا. والكبده بتتحمر كده على النار. طبعا قبل ما احمر الكبده، خلي بالك احنا في البيت عندنا في المقادير بطاطس محمره، فانا بنزل بالبطاطس الاول احمرها واطلعها لونها ذهبي حلو كده، وبعدين وراها على طول ببتدي احمر الكبده. تمام، علشان يبقى استغلنا الزيت افضل استغلال. هاتولي بقى يا جماعه الصفايه بسرعه كده عشان ارفع الكبده، عشان هي خلاص قربت. عايزه اقول لكم ان الكبده بالشكل ده كمان، يعني اللي ملوش في الكبده قوي باي طريقه بقى بصوص بمعرفش ايه، هو هيحب دي جدا. ف لا ادوني بس حاجه ستانلس كده او حاجه معدن. انا هدي تقليبه كده باي حاجه مؤقتا لغايه ما تدخلولي. طيب لقينا هنا حاجه مستخبيه، بصوا كده معايا، شايفين اللون؟ بصوا شايفين لون الزيت؟ الزيت زي ما هو، الزيت مش هيغمق منك طالما قليتيها بالطريقه اللي انا قلتلك عليها دي، والزيت كان غزير. عارفين ايه اللي يغمق الزيت من الكبده؟ ان انا حطيت الكبده والكبده باينه، جزء منها في الزيت والجزء التاني فوق، فالعصاره بتاعت الكبده
بتبتدي تلاقي اكتر مكان تقدر تطلع منه اللي هو المكان اللي ما فيهوش زيت، او اللي هو المكان اللي هو ايه مش سخن قوي، فتبتدي تطلع، فالعصاره دي غامقه فتغمق لي الزيت. اما لو الكبده نزلت غطست كلها في الزيت بالشكل ده مفيش حاجه هتطلع منها خالص، وبالتالي الزيت هيفضل نظيف وزي الفل. خلاص تعالوا بينا بقى نخرج كده، هي كده استوت واخر جمال، اللهم بارك. اللون هايل جدا والريحة خطيرة. وعشان برضو اطمن واشوف هل هي استوت تماما ولا لأ، بالسكينة كده عشان لو مستوتش هرجعها تاني واقلل درجة الحرارة سنة واسيبها تكمل تسويتها. تعالوا نشوف مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا حاسة ان هي لسه شوية، تمام شايفين لسه شوية صغيرين، فهرجعها تاني. طبعا في البيت بنعمل كده عشان نبقى متاكدين، لانها مكعب او يعني كتله كده على بعضها، علشان نبقى متاكدين ان هي استوت 10 على 10 لازم نعمل الاختبار ده. وفي ناس بيحبوا ياكلوها كده يعني ميديوم، فانا بس انا بحبها مستويه بصراحه فهسويها. زي ما انتم شايفين بصوا كده النار متوسطه لغايه ما الكبده تتحمر وفي نفس الوقت تستوي، وزي ما قلنا نعرف انها استوت ازاي بعد ما بطلع كده اشوف واحده كده اقسمها نصين واشوفها من جوه تمام مفيش اي سوائل طالعه منها. فكده الكبده بتاعتنا 10 على 10، هي مش تحتاج وقت كبير خالص على طول. بصوا اللون بتاعها خطير، الزيت زي ما قلت لكم هيفضل نضيف زي ما هو. حمري البطاطس الاول وبعد كده نزلي مكان البطاطس تنزلي الكبده وتحمريها، يبقى كده حمرتي البطاطس والزيت كان فله تمام عشان ما يغيرش لونها ولا حاجه. حلو قوي، ما تيجوا ناخد كده قطعه كده ونشوف اخبارها ايه، عشان لو استوت يلا نرفعها من على النار ونطلع بعد كده فاصل عشان نرجع نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. احنا ودينا السكينه الثانيه اهي، بصوا كده كده خلاص زي ما انتم شايفين اللون بقى حلو جدا، مفيش سوائل نازله، مفيش لون احمر، الدنيا حلوه جدا جدا. يلا بينا بقى نخرج على طول دلوقتي الكبده بتاعتنا، وبكده تكون الكبده جاهزه معانا. هتلاقوها طريه ولذيذه ومش ناشفه ومش بتشد والكلام ده كله. ودلوقتي بقى بعد ما نخرج الكبده هنطلع فاصل صغير خالص خالص ونرجع على طول علشان نشوف هنعمل بيها ايه تاني او في اي حته مستنياكم. رجعنا لكم تاني بعد ما حمرنا الكبده اللي ريحتها خطيره، تعالوا بينا بقى نجهز لها التحبيشه بتاعتها علشان نقدمها. زي ما قلت لكم بقى عندنا هنا فلفل، عندنا بصل احمر تمام متقطع جوانح، والجوانح تكون رفيعه ما تخليش الشريحه تبقى سميكه، علشان الواحد وهو بياكل كده القطعه الكبيره بتبقى يعني صعبه شويه، فخلي الشرايح رفيعه بالشكل ده تمام. تعالوا بينا بقى نحط سماق، نحط ملح وفلفل، هدي كده معلقه صغيره من عصير الليمون، وابتدي امزج المكونات دي مع بعض وندعك كده البصل كويس جدا بالتتبيله دي. شايفين اللون الاحمر بتاع السماق تحفه. بعد ما دعكنا البصل كده وتشرب من السماق والملح والفلفل وعصير الليمون كمان، تعالوا نحط بقى شويه بقدونس حلوين. عندي بقى البطاطس نزلها هنا كده، وادي الكبده بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بطاطس بقى مقرمشه وكبده محمره مقرمشه برضو،
يعني الأكلة دي بقى عايزة شوية عيش حلوين كده، وبألف هنا وشفا نقلب كله بقى مع بعضه. هايل، تحفة جدا. تعالوا بينا بقى نفضي أكلتنا الحلوة دي في طبق التقديم. مش قادرة أقول لكم على الريحة، بجد خطيرة. شوية عيش بقى سخنين كده، وعبوا بقى في العيش الميكس الخطير ده، وبألف هنا. عايز تاكل بقى سخنة، بطاطس سخنة، كبدة سخنة، والعيش سخن كده، وبألف هنا. احنا النهارده كمان هنعمل وصفة لذيذة جدا هتنفع قوي قوي جنب أكلتنا النهارده. نعمل فلفل محشي كده بالجبنة، لذيذ جدا. حاضر حاضر. الحمد لله كده زي الفل. وبالهنا يا رب. طبق خطير كده ولذيذ، وفي ربع ساعة هتكوني مخلصاه والدنيا تمام جدا. ما تيجوا بينا بقى نعمل الفلفل. تعالوا نشوف المقادير ونعرف مع بعض طريقة التحضير. عندنا ايه بقى؟ عندنا فلفل حار بالجبنة، هنحتاج له فلفل اخضر حامي، تمام. عايز اقول لكم الفلفل اللي هو لونه فاتح ده مبقاش حامي قوي، بيبقى يعني نص ونص كده، ودي بتبقى ميزة حلوة فيه. هنحتاج بقى نشيل الراس بتاعته والبذر والكلام ده كله، ونغسله طبعا ونصفيه. عندنا ايه تاني؟ عندنا جبنه قريش، تمام. دي الحشو بتاعتنا بقى هتبقى عباره عن جبنه قريش، جبنه براميلي او اسطنبولي، تمام. بقدونس مفروم، طماطم مبشوره، ثوم مهروس يعني حوالي كده معلقه من الثوم المهروس، كمون وملح وفلفل اسود وبس. انا كمان النهارده قلت ما احط كده، لقيت عندنا شويه جبنه موتزاريلا، فقلت احطهم في الخلطه علشان تبقى الخلطه كده ايه لذيذه، والجبنه تمط كده واحنا بناكل الفلفل. سريعا كده تعالوا بينا يلا على طول نبتدي نعمل الحشوه. دخلوا لي جلافزات يا جماعه. يلا نخلط الحشوه مع بعضها. نجيب طبق كده، بسم الله. وزي ما قلنا الحشوه بتاعتنا عباره عن ايه بقى؟ ادي جبنه موتزاريلا، جبنه قريش نهرسها، جبنه بقى براميلي علشان تدي الطعم، شويه بقدونس، عايز تحطي زيتون كمان براحتك. طيب لا انا كله معلش. هخلط كويس بس عشان ايه يبقى مزيج الجبن كله دخل في بعضه. احنا حاطين هنا ثلاث انواع، تقدري بس تحطي القريش مع الاسطنبولي وكفايه جدا زي ما تحبوا بقى. عند الجبنه رومي في الثلاجه حتتين ناشفين كده ولا حاجه، افرميهم وحطيهم كده. خلاص الخلطه بتاعتنا جاهزه. يلا بينا بقى نحشي الفلفل بتاعنا. هجيب بس طبق كده نحط فيه اللي هنحشيه. وهناخد الفلفل نبتدي نحشي فيه بالشكل ده. تمام. اهم حاجة طبعا الفلفل ناشف تماما، لان لو في مية وكده بينزل بقى في الزيت طبعا بيقعد يطرطش وحاجات كده، فاحنا مش عايزين ده. عايز اقول لكم الفلفل ده تحفة، حتى في المحشي بيبقى جميل جدا. لو بنعمل محشي ولا حاجة نحشي منه كام كده صباع كده يتحطوا في المحشي، بيخلي المحشي ريحته وطعمه حلوين جدا. هحشي بقى كمية الفلفل بتاعتي علشان نبدأ ان احنا نشوحها كده في الزيت.
زي ما قلنا خلطة الجبنة تقدري تضيفي فيها أي نوع جبنة أنت بتحبيه أو متوفر عندك في البيت. أهم حاجة بس يكون فيه جبنة ليها طعم زي الاسطنبولي والبراميلي، يبقى نسبة الملح فيها عالية شوية، فدي بتخلي طعم الفلفل طبعا حلو قوي. بالظبط كده. تعالوا بينا بقى ايه، نروح على الطاسة بتاعتنا، نحط بقى فيها شوية زيت كده مش كتير، يا دوبك هما معلقتين تلاتة، مش هنحتاج زيت يعني عميق، لا شوية زيت صغيرين. تعالوا بينا كده عشان على بال ما الزيت يسخن نكون احنا عملنا وحدتين كمان. ادي الطاسة سخنة، حط فيها معلقتين من الزيت بالشكل ده. بما ان الطاسة كانت سخنة فالزيت سخن على طول، فتعالوا ناخد بقى الفلفل اللي احنا حشيناه ونبتدي نرصه. وعلشان نتلاشى اي طرطشة اي فرقعة فبنغطي، نسيب الغطا موارب شوية يخرج معانا اي بخار ونكمل. طبعا من وقت للتاني بنروح نقلب الفلفل، الفلفل ما بيحتاجش وقت كبير خالص ان هو يتحمر ويستوي على طول. ونحاول نقلب كده لطيف قوي اللون الذهبي ده، وزي ما قلنا بنغطي علشان ما يطرطش علينا. لغاية ما نحمره من جميع الجهات. ممكن نطلع دول كده يا جماعة، نطلع الفلفل بس حد يكمله على بال ما نعمل احنا الطماطم بتاعته او الصوص بتاع الفلفل. بنحمر بقى الفلفل ونديله لون من جميع الجوانب. بعد كده هبتدي ارفعه في طبق، نجيب طبق تاني. ريحة الفلفل المقلي دي معرفش انا بعزها جدا، بحبها قوي قوي بصراحة، من الحاجات اللذيذة اللي بتفتح النفس. هتعملي اي اكله من غير لحمه ولا فراخ ومفيش حاجه كده تفتح النفس، حمري شويه فلفل جنبيها، بيدي بقى ايه يعني الريحه بتاعته بس هو بيتحمر تفتح النفس حرفيا. فتعالوا كده نشوف الفلفل بتاعنا اللي خلاص بدا كده ايه ياخد لون من جميع الجوانب. مجرد ما بياخد اللون ده على طول بتلاقيها الفلفلايه كده ايه طريت شويه، وبعدين انا مش عايزاها طريه قوي، عايزه كده تبقى الفلفلايه لسه فيها روحها، لسه موجوده كده يعني ما تبقاش لينه خالص، تبقى ماسكه نفسها. زي الفل. مجهزين ايه بقى؟ في صوص خطير كده بعد ما نحمر الفلفل وياخد اللون الذهبي معانا، عندنا صوص مكون بقى من ثوم وطماطم وكمون وملح وفلفل اسود علشان نوزعه كده على الفلفل بعد ما يتحمر فيدينا طعم احلى واحلى كمان. بعد ما خلاص الفلفل اتشوح وخد لون حلو هبتدي اخرجه من الزيت. صاحي نفس مكان التحمير هنزل فصين ثوم وابتدي اشوحهم. وما الثوم يبدأ ان هو يصفر شوية
ياخد كده لون ذهبي فاتح. هبتدي انزل الطماطم المبشوره، استنى بس ياخد اللون الذهبي. حلو قوي، يلا بينا ننزل بقى بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلي بقى الطماطم دي تتسبك شوية مع إضافة عندنا ملح وفلفل وكمون. ادي الملح وادي الفلفل وادي رشة كمون، ونخليهم بقى كلهم كده ايه يتسبكوا مع بعض كويس جدا قبل ما ابتدي اضيفهم على الفلفل. ما تيجوا بقى نطلع فاصل صغير خالص خالص على بال ما الطماطم تتسبك، ونرجع لكم على طول. اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنيكم. رجعنا لكم تاني، وتعالوا بينا بقى رصينا كده الفلفل المحمر المحشي بخلطة الجبن الجميلة مع البقدونس زي ما انتم شايفين بالشكل ده. عملنا الطشة بتاعته او الصوص بتاعه بتاع الطماطم والثوم وخلاص اتسبك. تعالوا بينا نروح نجيبه بقى من على النار عشان نبدأ نحط فوق الفلفل. لو حسيتوا ان هو ناشف بزياده، معلقه ميه بس او معلقتين كده ميه سخنه علشان الصوص يظبط معانا قوامه ونعرف نوزعه فوق الفلفل. حلو قوي كده، يلا بينا بقى ناخد الصوص ونبتدي نوزعه فوق الفلفل بتاعنا. يا خبر، محضرين العيش ولا لا يا جماعه؟ تحفه. اخر حاجة شوية كزبرة بقى خضرة، والله على الريحة. على فكرة التوم وهو على النار قبل ما نحط عليه الطماطم نديله معلقتين خل كمان، هيطلع معاكي خطير. حلو قوي كده، ده كان طبق مقبلات رهيب جنب اي اكلة، هيفتح النفس جدا جدا، وجنب اكلتنا النهاردة كمان تحفة. ما تيجوا بينا نحلي بقى. عملنا الحلو، عملنا سوري الحادق، وعملنا كمان الحاجة المقبلة اللي تفتح النفس. فتعالوا بينا بقى نعمل حاجة حلوة لذيذة وسهلة وبسيطة، وكمان في الحر ده هتبقى مرطبة جدا. تعالوا نعمل بقى ايه، كيك الكريم كراميل بالموز. تعالوا نشوف المقادير ونعرف مع بعض طريقة التحضير. عندنا النهاردة 3 ارباع كوباية دقيق منخول، نص كوباية سكر، 3 بيضات، معلقتين كبار من الزيت، معلقة صغيرة من الفانيليا، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح بسيطة. وتسقية للكيك هنحتاج كوباية لبن دافي وفيها معلقة قهوة سريعة الذوبان، يبقى الكيك بتاعتنا النهاردة هتبقى بطعم القهوة. هنحتاج كمان الوش بتاعها والتزيين بتاعها يبقى عبارة عن كريم كراميل، والنهاردة هنستخدم كريم كراميل دريم، وهنحتاج منه 2 باكت كريم كراميل، 3 كوبايات حليب، موز شرايح، وصوص كراميل بتاع الكريم كراميل اللي بيجي معاه في نفس الباكت. تعالوا بينا نعمل الكيك الاول. والكيك بتاعتنا ممكن نعملها في الخلاط، ممكن نعملها بالمضرب، بفضلها في المضرب احسن او بالمضرب احسن. تمام، تعالوا بينا كده نجيب طبق غويط. وناخد كده 3 معالق، سوري 3 بيضات عليهم فانيليا، عليهم ذرة ملح بسيطة خالص، وعليهم نص كوباية السكر، ويلا بينا نضرب
مقادير الكيكة بتاعتنا علشان نعمل كيكة بسيطة وسهلة جدا. بسم الله. ضربنا الكيك لغاية ما القوام تقل واللون فتح وبقت معانا 10 على 10. خلاص مش محتاجين المضرب، نطلع بس مضرب يدوي ونبتدي ان احنا نكمل مكونات الكيك. وعندنا الدقيق، 3/4 كوباية من الدقيق هحطهم كده، تمام، واحط عليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، احط كمان معلقتين زيت صغيرين، تمام بالشكل ده حطينا معلقتين. وتعالوا نخلط مكونات الكيك مع بعض. مشغله الفرن على درجه حراره 170، حاطه الشبكه في النص، وهبتدي اخلط مزيج الكيك بالراحه وفي اتجاه واحد كده لغايه ما الدقيق يتلاشى تماما وما يبقاش فيه اي تكتلات ولا اي دقيق ظاهر معانا خالص كده. تمام جدا، الخليط تحفه جدا جدا. احضر قالب الكيك، فتعالوا نجيب كده قالب. بسم الله. كبير بزيادة، فتعالوا بينا بقى ندهنه دهنة خفيفة برضو بالزيت خالص. وفضي خليط الكيك ودخل الكيك الفرن على درجة حرارة 170-180 على الرف الوسطاني لغاية ما الكيك يستوي وياخد معانا اللون الذهبي. نزل بس كده خليط الكيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الخليط عامل ازاي، خطير. لازم هنا خليط الكيك لا يتخطى ربع القالب. ليه؟ علشان ادي مساحه، انا لسه هحط اضافات تانية، فعلشان لما تعلى يا دوبك كده تبقى نص القالب او اكتر من نصه، حاجه بسيطه، فاقدر احط باقي الاضافات. خلاص اهو بالشكل ده. بينا يلا على الفرن على طول على درجه حراره 180 او 170 على الرف الوسطاني. انا بقول 180 او 170 ليه؟ علشان في افران بتبقى ال 170 بتاعتها حلوه جدا، هي دي المتوسطه، في افران تانية بتبقى الحراره بتاعتها قليله فمحتاجين 180، فده بقى كل واحد هيبقى على حسب الفرن بتاعه واستخدامه الدايم، وبيشوف بقى هي درجه الحراره انهي الانسب للكيك عنده. خلاص كده احنا خلصنا، تعالوا بقى نعمل الكريم كراميل على بال ما الكيك تطلع معانا. تعالوا نحط الكريم كراميل على النار. واحنا النهارده وكالعاده ودايما كده لما بنحب نعمل كريم كراميل في البيت على طول ما بنفكرش، بنجيب كريم كراميل دريم لانه سهل وسريع من غير زفاره بيض، بدون اضافات كتير، وبيطلع في الاخر نتيجه وهميه وتماسك اكتر من رائع. دي العبوه بتاعتنا، هنفتحها كده مع بعض. دي فيها 2 باكت وبيجي معاها 2 صوص كراميل، وده طبعا هنحتاجهم في التزيين، طعمه حلو جدا. فتعالوا بينا ناخد بقى 2 باكت كريم كراميل من دريم. عايزه اقول لكم ان كل باكت بياخد نص لتر او 2 كوباية من الحليب. تمام، ادي اول باكت معانا. وادي الثانيه.
هنا بقى مجهزة 4 كوبايات من الحليب، هضيفهم ونقلبهم، ويلا بينا بقى نرفعهم على النار علشان الخليط يغلي. يغلي بس، هو مجرد ما غلي ببتدي ارفعه من على النار علشان اسيبه بقى واضيفه للكيك بتاعي. تمام، هعلي بقى النار ونقلب كده ونسيبه بقى لغاية ما يغلي. تعالوا في التوقيت ده كمان نبتدي نجهز اللبن اللي هنسقي بيه الكيك. واللبن النهارده هنحط عليه معلقة من القهوة سريعة الذوبان علشان تبقى الكيك بطعم القهوة، ودي بقى لمحبي القهوة هتبقى خطيرة. ادي القهوة وادي كوباية اللبن واقلبهم. تمام، وبكده اكون جهزت بقى معاكو التشريبة بتاعة الكيك. تعالوا بينا بقى نطلع فاصل صغير خالص على بال ما الكريم كراميل يغلي ونرجع نشوف هنجمع الكيك ازاي. تمام، يلا بينا. رجعنا لكم تاني، وبعد ما الكيك بتطلع ونسيبها تبرد تماما بنسقيها بقى بخليط اللبن مع القهوة سريعة الذوبان. عايزة اقول لكم بقى الطعم بيبقى بتاع الكيك حكاية. شايفين الكيك بتتشربه ازاي؟ لانها كيك اسفنجية وفيها مسامات كتير، فبتشرب على طول السائل اللي احنا بنحطه. عايزة اقول لكم انها اللي احنا عاملينها على الهوا مع بعض هتطلع دلوقتي واوريها لكم، خطيرة. فاكرين الكيكة اللي احنا عملناها سوا؟ تعالوا بينا نطلعها يلا كده من الفرن. اللهم بارك. بصوا معايا كده، ادي الكيك وجمالها، خطيره بجد، اسفنجيه وهشه بتطلع يعني في منتهى الجمال. طيب خلاص سقيناها، تعالوا بينا بقى ايه نحط الموز. مقطعين موز. بعد ما سقيت الكيك بتاعتي هبتدي اوزع موز كده على الوش، طبقه كده من الموز حلوه. طبعا الكيك اللي مسقي بالقهوة مع الموز مع البطل بتاعنا النهاردة في الوصفة الكريم كراميل بتاع دريم الخطير اللي من غير ريحة زفارة بيض وسهل وسريع، حطيناه مع اللبن على النار ومجرد ما غلي ورفعناهم. تمام، المفروض ان انا بستنى شوية لما الكريم كراميل يبرد شوية وابتدي اضيفه، بس عشان وقتنا هبتدي اضيفه دلوقتي على طول. طبعا المفروض ان انا استنى يهدى شويه ونصب بقى الكريم كراميل كده. حاضر، عايزينه اجيبه عليا شويه. تسلم يا استاذ حمدي. بصوا بقى الجمال، بصوا تحفه ما شاء الله. بعد كده نسيبه يبرد في درجه حراره المطبخ، وبعد كده ندخله الثلاجه هتلاقيه تماسك بقى وبقى بجد وهمي. تعالوا بينا نشوف بقى النسخه اللي احنا عاملينها وحطيناها في الثلاجه وتماسكت والدنيا زي الفل، بقت معانا بالشكل ده. خلاص الكريم كراميل مسك نفسه تماما، بيجي مع باكت الكريم كراميل صوص الكراميل الخطير ده.
هفتحه كده علشان نبدأ نزين مع بعض. بسم الله. فانتي مش محتاجه تعملي اي حاجه خالص، هو باكت كريم كراميل دريم هيغنيكي انك انتي تعملي اي حاجه، كله سهل وكله سريع جدا جدا. ايوه حاضر. حلو قوي كده، خلاص وصفتنا بقت جاهزه ان احنا نقدمها. عايزه اقطع لكم قطعه كده منها عشان نشوف التماسك مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا شايفين السكينه ماشيه ازاي، تحفه زي السكينه في الجاتو اللي احنا عاملينه. تسلموا والله. نجيب بقى المقطع ونطلع قطعه كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصوا ما استغناش عن الكراميل ده في بصوا الجمال، بصوا تحفه، شكلها خطير، تماسك بقى ما فيش بعد كده، خفيفه ولذيذه وسكرها معقول جدا بجد، وهميه هتعجبكم جدا جدا، انتوا لازم تجربوها ان شاء الله. الكيك اللي احنا عملناها كمان يا جماعه يعني انا عايزه اقول فيها شعر بجد، الكيكه هي معموله قدامنا على الهوا، بصوا الكيك طبعا هي لسه سخنه، بس عايزه اقول لكم اسفنجيه بطريقه ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اطلعها كده ابينها، طبعا هي سخنه تمام، المفروض ان انا ما اتعاملش معاها خالص وهي سخنه، بس من كتر ما هي باينه قدامكم ان هي باينه على الشاشه يعني. بصوا الجمال، بصوا ادي الكيك اللي احنا عملناه على اظن باينه خفيفه وهشه، بصوا الجمال تحفه اللهم بارك. طيب دي كانت كيكتنا النهارده ودي كانت وصفاتنا، يا رب تكون عجبتكم. عملنا ايه النهارده؟ عملنا الكبده المقليه بالتحبيشه الخطيره، البطاطس والبصل والسماق تحفه جدا جدا، كمان الفلفل اللي احنا عاملينه النهارده كده فلفل خطير بجد، يعني حاجه كده تجوع تفتح النفس. عملنا الفلفل المحشي بالجبنه وقدمناه كده مع صوص الطماطم، حلو جدا جدا. كمان النهارده عملنا كيك الكريم كراميل بالموز، تحفه تحفه جدا جدا. فأتمنى تكون الحلقة النهاردة والوصفات كلها نالت إعجابكم. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما بتساعدنا على بيج العزومة. كنت معاكم فاطمة بوحاتي، أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.